ما الذي يحدث في عدن؟ ولماذا حول المجلس الانتقالي معركته باتجاه البحر؟ من المسؤول عن الحادث الإرهابي الذي استهدف السفينة البريطانية؟ أهلا بكم. أحداث متسارعة في البحر العربي بدأت من استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن، فإعلان التحالف أن المجلس الانتقالي رفض السماح لقوات خفر السواحل اليمنية بأداء مهامها في البحر العربي وخليج عدن، ثم إعلان الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها تحميل المجلس الانتقالي المسؤولية عن عرقلة جهود الحكومة اليمنية في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة عدن والسواحل الجنوبية. إذن هل خرجت الأزمة في عدن عن سياقها ودائرتها المرسومة؟ أم أن ذلك كله يأتي ضمن الحدود الخضراء المسموح بها من قبل التحالف العربي الذي يمكنه تلافي آثارها باعتباره الممول الوحيد لهذه الميليشيا ومالك قرارها؟ هل تضعنا هذه الأحداث أمام شكل جديد لتدخل دولي قد يأتي للرد على العبث الذي أوصل المنطقة إلى هذه النقطة؟ التهديدات التي سبق للحوثيين أن أطلقوها بشأن سلامة الملاحة الدولية وتبعهم في ذلك الانقلابيون باتت حقيقة ملموسة الآن بعد الإعلان عن تعرض سفينة بريطانية لعمل إرهابي في خليج عدن. وزير الإعلام اليمني قال إن ذلك من التبعات الخطيرة لإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما سمي بالإدارة الذاتية، مؤكدا تأثير هذا الإعلان على توسع الأنشطة الإرهابية في السواحل الجنوبية اليمنية وتهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي، محذرا من استمرار الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية. مصدر بقوات خفر السواحل اليمنية قال لوسائل الإعلام إن المجلس الانتقالي صادر 32 زورقا، بينها زورقان عملاقان و12 زورقا جديدا لم تدخل الخدمة. كما سيطرت ميليشيا المجلس الانتقالي على معهد ومعسكر تدريبي لقوات خفر السواحل ومنعتها من ممارسة مهامها في مينائي المعلى والحاويات بمدينة عدن، بالإضافة لمصادرة 20 حاوية تضم قطع غيار ومعدات تدريب ومحركات احتياطية لزوارق قوات خفر السواحل. تحول الموضوع إلى سجال بين ناطق التحالف والقيادي في المجلس الانتقالي هاني بن بريك الذي اتهم الحكومة الشرعية بدعم التهريب والعمليات الإرهابية، مطالبا التحالف بالتنسيق مع المجلس المدعوم من الإمارات. وبعيدا عن الجهة التي نفذت الهجوم على السفينة البريطانية، فإن السؤال الآن يدور حول الموقف الدولي من تطورات الأزمة اليمنية، وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع التهديدات الناجمة عن تآكل سيطرة الدولة اليمنية على سواحلها. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر سكايب من هولندا دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير وخواتم مباركة على الجميع دكتور، مرحبا بك. إذا دكتور، لو بدأنا بالحديث عن استهداف إحدى السفن في السواحل الجنوبية لليمن بشكل عام، كيف تنظر إلى مستوى التهديد الآن فيما يتعلق بالملاحة البحرية في البحر العربي في خليج عدن في باب المندب حتى تفاقم هذه المخاطر بالنسبة للتجارة العالمية؟ أنا أعتقد أن استهداف السفينة البريطانية عمل مدروس في هذا التوقيت، وربما عمل استخباراتي بامتياز، لأنه سيدخل في نفس الاستراتيجية وهي عودة الإمارات للجغرافيا اليمنية وفي إطار مكافحة الإرهاب، لأن هناك اتفاقيات غير معلنة بتسليم الملف مكافحة الإرهاب في المناطق الجنوبية للإمارات، كما أنه يفتح أيضا تدخل الدول الكبرى في إطار مكافحة الإرهاب، وهذا يشابه الحالة الصومالية. نحن لم نشاهد السفينة، وهناك كانت أحداث في الصومال في السابق يتحدثون عن قرصنة ويتحدثون عن عمليات، والهدف هو التواجد في الصومال. الآن المدخل هو حماية السلم والأمن الدوليين،
وأيضا الحديث عن مكافحة إرهاب. وبالتالي عندما يكون هنالك مكافحة إرهاب وعمليات قرصنة، ونحن نعلم أن البحر مراقب من قبل دول التحالف، وأنا لا أقول التحالف، من قبل السعودية. بالنسبة للتحالف حتى الآن السعودية متواطية، ولكن الإمارات دولة عدوان، تعتبر الآن دخلت مرحلة دولة عدوان واحتلال في اليمن، وبالتالي هناك مراقبة للسواحل. لكن هذه العملية ستتوفر مصوغا لتدخل في الجغرافيا اليمنية. مصوغا لمن دكتور؟ حفظ السلم والأمن الدوليين. مصوغا لمن بالتحديد؟ حتى لبريطانيا، مصوغا للدول الكبرى الطامحة وللإمارات. الإمارات كما تعلم ما زالت تعمل في اليمن في إطار مكافحة الإرهاب، وبريطانيا وأمريكا لها أطماع في المنطقة في إطار مكافحة الإرهاب، بمعنى أنهم سيتدخلون لحماية حاملة السفن، لحماية التجارة الدولية، لحاملات ناقلات النفط تحت أي مبرر من هذه المبررات، وبالتالي سيكون هناك دخول دولي. عندما نجمع الحادثة السفينة مع كورونا مع الحكم الذاتي، بمعنى هنالك من يريد أن يوقف العمليات العسكرية في هذا التوقيت، بمعنى يحافظ على قوة المجلس الانتقالي وهو سلطة واقعية في الأرض وسلطة شرعية خارج الجغرافيا وحوثيين خارج المجال، وبالتالي هناك من يسعى إلى وجود هذا الواقع الهش متعدد السلطات. لهذا أعتقد أن دول التحالف، أنا أستغرب على بيانها وهذا دليل على التواطؤ، تدعو المجلس الانتقالي لتسليم الزوارق وتمكين. يعني نحن الدولة السلطة الشرعية عندما استدعت دول التحالف لم تستدعيها لفض الاشتباك، لم نطلبها كفض اشتباك أو كدولة لتسوية سياسية، هي جاءت لإنهاء الانقلاب وعوبة السلطة الشرعية. وبالتالي الحديث أنها تفض اشتباك أو تبحث عن تسويات وتواصل مع المجلس الانتقالي، هذا كله تواطؤ وترتيب لمرحلة قادمة. هي جاءت لليمن لاستعادة السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب والحفاظ على السيادة الوطنية. الآن الحديث عن أنهم يتواصلون مع المجلس الانتقالي كان بالأجدر. لماذا هذا التوقيت؟ الناس، المجتمع الدولي والإقليمي يتحدث عن كورونا واجتياحها الكرة الأرضية، وتنطلق عمليتين في نفس التوقيت في ليبيا وفي اليمن. الهدف هو إحداث إرباك، خلق كارثة إنسانية. شوف، هنالك كورونا، الاستيلاء على الأموال من البنك المركزي لخلق تدهور مالي وارتفاع الدولار مقابل الريال، إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين اليمنيين، تفشي الكوليرا، ضعف سلطة شرعية. هذا يدعو إلى تدخل دولي تحت مبرر حقوق الإنسان وحماية الإنسان. وتذكر الحوثيين الاستيلاء على البنك المركزي، تدمير المستشفيات، حمى الضنك، الأمراض، وكان هناك تدخل دولي لحماية الشعب اليمني. إذن لماذا جاء إعلان حكم الذاتي مع كورونا مع الاستيلاء على البنك المركزي، ونحن نعلم أن البنك المركزي والاستيلاء على 10 مليار وتقريبا 50 مليون دولار سيؤدي إلى ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني؟ يعني هناك عمليات مدروسة. ويتزامن طيب مع ذلك فيما يتعلق في إطار سواحل مراقبة من قبل السعودية، فيما يتعلق بالعمليات على الساحل، دعنا نشك معنا في الحوار هنا الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض، اللواء مسرور الأحمري. أرحب بك سيادة اللواء. إذا فيما يتعلق يعني مستجدات في المجال المائي على مستوى اليمن والمنطقة، ما الذي تحمله من دلالات من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مساكم الله بالخير، وكل عام أنتم بخير لكم وضيوفكم الكرام ومشاهديكم. أهلا بك. بالنسبة للدلالات المائية، أولا نعلم أنه اليمن ذو موقع استراتيجي وأهمية استراتيجية، يقع على مضيق باب المندب ويطل على البحر الأحمر وعلى البحر العرب، وهذا موقع جدا مهم. اليمن تملك شواطئ ما يقارب 2000 كيلو متر طولي على هذا الشواطئ. هذا الموقع يعطيها أهمية استراتيجية، وفي نفس الوقت في مثل الظروف الحالية التي
نجد هناك في حرب في اليمن، نجد هناك في أحزاب، نجد هناك بدأت تشكيلات جديدة تظهر على السطح، بدأ في تهديد بالمرور بالنسبة لمضيق باب المندب وللبحر الأحمر والبحر العرب. هذا يعني هذا التهديدات أنا أتوقع أنها مسؤولية المجتمع الدولي وليست مسؤولية اليمن لوحده أو مسؤولية التحالف العربي. فالتحالف العربي بالإضافة إلى اليمن بالإضافة إلى جميع إمكاناتهم كانت مسخرة لحماية الناقلات التي تمر عبر مضيق باب المندب، ناقلات النفط، ناقلات الأغذية، الصادرات والواردات سواء من الدول الأوروبية إلى الدول العربية وما إلى ذلك. ولكن عندما تتسع هذه العمليات وتأخذ منحى آخر من القرصنة ومن الاستهداف يعني الإرهابي بالتفجير أو ما إلى ذلك، فأنا أتوقع أنها ستكون مسؤولية دولية، وخاصة أنه مضيق باب المندب يعني المجتمع الدولي كما يعني الدول المطلة على البحر الأحمر كما يعني مصر يعني اللي طبعا عندها قناة السويس، بالإضافة إلى المجتمع الدولي لأنه مصادرات وواردات تمر عبر هذا المضيق وعبر البحر الأحمر وما إلى ذلك. ف يعني في هذا الظروف أنا أتوقع أنه المجتمع الدولي عندما يحس أن هناك خطر على المصالح الاقتصادية فأنا أتوقع أنه سيتدخل وسيحمي مصالح. نعم. طيب في هذا السياق يعني عندما يعني عندما نضع ما تفضلت به أمام موقف الانتقالي من طلب التحالف بإتاحة الفرصة لخفر السواحل بتأمين خطوط الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية، كيف تقرأ إذن أو ما هو المتوقع الآن من التحالف تجاه الموقف المتعنت من المجلس الانتقالي على الأقل على لسان نائب رئيس المجلس هاني بن بري؟ عزيزي أنا في يعني مرات سابقة قلنا إنه كل ما اتسعت أو طالت أمد الحرب في اليمن كلما خرج هناك يعني سواء أحزاب أو مجموعات أو ما إلى ذلك لها رؤى ولها مطالبات، ولها المجلس الانتقالي خرج بمطالبات معينة في يعني في مدينة عدن وحصل اتفاق الرياض. اتفاق الرياض لا زال لم ينفذ. عدم تنفيذ اتفاق الرياض أدى إلى مثل هذا المواقف. يفترض أنه حرس الحدود اليمني يقوم بواجباته على الشواطئ، لأنه حرس الحدود من مهمته من يعني من أبرز مهامه منع التهريب سواء الأسلحة المخدرات وما إلى ذلك، منع تهريب البشر، منع وصول اللاجئين، جميع هذه مهمات. فإذا تم تعطيل هذا المهمة فسيكون هناك مشكلة أمام الحكومة الشرعية والتحالف العربي، مشكلة أخرى في الجنوب بحيث أنه سيترتب عليها آثار غير جيدة سواء بالنسبة لمرور الأسلحة وبالنسبة لمرور اللاجئين من الدول الأخرى. كما نعرف أنه اليمن تعتبر منطقة عبور لكثير من اللاجئين من الدول الإفريقية، فربما يكون هناك موقف سياسي يعني معين. لا أجزم على يعني اتخاذ إجراء معين، ولكن أنا أتوقع أنه لابد من اتخاذ ما يلزم مع المجلس الانتقالي بعودة الأمور إلى نصابها وبإشراف حرس الحدود اليمني على الشواطئ وممارسة مهامه المطلوب منه يعني القيام بها على هذا الشواطئ الطويلة. نعم. تفضل بالبقاء معي سيادة اللواء. ألاحظ الدكتور عبد الباقي شمسان لديه تعقيب حول ما تفضل. تفضل دكتور. أولا أتحفظ على إطلاق التحالف العربي. نحن الآن نتعامل مع ما زال حتى اللحظة ما زال معنا التعامل بالحد الأدنى مع المملكة العربية السعودية. لا يوجد لتحالف عربي، هناك كان تحالف ثنائي، إحدى هذا التحالف الذي لم تستدعيه السلطة الشرعية الإمارات أصبحت الآن دولة عدوان واحتلال، وهي تقود الانقلاب في المناطق الجنوبية وهي التي أدت هذه الكوارث. أما بخصوص ضيفك عندما يتحدث أن الآن الذي يتحمل المسؤولية المجتمع الدولي، هذا ما تريده السعودية، هذا ما تريده الإمارات، هذا ما تريده الدول الكبرى بالتدخل في الجغرافيا اليمنية. أنتم أو يعني تدخلت السعودية واستدعت الإمارات واستدعت كم دولة بهدف إنهاء انقلاب في صنعاء، وبالتالي منعت الجيش الوطني من استعادة صنعاء، قامت بترك المناطق الجنوبية للإمارات لإيجاد ميليشيات ونخب ومؤسسات سياسية وبالتالي دعم لإجراء انقلابات في المناطق الجنوبية. إذن هذا التأخير في الوقت وتنفيذ كثير من الإجراءات وكثير من السياسات أدى
إلى اللحظة هذه التي أصبحت الآن لابد من تدخل المجتمع الدولي. نحن الإمكانيات التي سخرت من التحالف الثنائي سابقا والآن السعودي سخر لإضعاف السلطة الشرعية، سخر لإحلال قوات ميليشيات بديل للجيش الوطني، سخرت لتثبيت سلطة الحوثي، سخرت لإضعاف جيشنا الوطني، لم تسخر من أجل استعادة السلطة والحفاظ على السيادة الوطنية. بالتالي هذا الحديث من الضيف من السعودية يعني حديث ما يعني يشعرني بالقلق الشديد ويتعبني كثيرا، لأن علينا المكاشفة الآن. ما تقوم به السعودية والإمارات في اليمن هو الآن السعودية تتحاور مع، هل تتحاور السعودية مع جماعة انقلابية وتدعوها لتمكين السلطة؟ هذا مفهوم التمكين. نحن لم تأتي السعودية للتمكين، جاءت لإنهاء انقلاب، وإذا بها تشرع للانقلاب عدن باتفاق الرياض. وبالتالي هذه المغالطات الآن ينبغي أن نتوقف عندها وينبغي أن نعيد التفكير قبيل فوات الأوان. نحن طالبنا زمان وقلنا من فترة مبكرة خروج الإمارات من اليمن أقل كلفة. الإمارات ما زالت لاعب رئيس في اليمن وتقود الانقلاب ومولة المجلس الانتقالي بالسلاح ويتم الإعلان عن التحركات من أبوظبي، وبالتالي أنا أحمل السلطة الشرعية حتى هذه اللحظة لم تطالب بخروج الإمارات بشكل كامل. فيما يتعلق بدولة التحالف بهذا السياق المسؤولية وترفع ملف، لو سمحت دولة لم نعد نتعامل نحن أي تحالف يا أخي. أنا أتحفظ على كلمة تحالف، وعربي كمان. أي تحالف عربي يقسم الجغرافيا اليمنية؟ أي تحالف عربي هذا عربي؟ نطلق كلمة عربي وتحالف، لا تحالف. هناك السعودية الآن على أمام اليمنيين وأمام مسؤولية التاريخية. الآن هناك محاولة لإدخال سلاح في سقطرة، صحيح أنها أوقفت السفينة، ولكن لماذا تركوا اللواء الأول بحري يتم الاستيلاء على السلاح من قبل المجلس الانتقالي؟ لماذا لا يتم دعم السلطة الشرعية ودعم الجيش الوطني لاستعادة عدن؟ لأن استعادة عدن هي المقدمة الأولى للسيطرة على الزوارع وإدخال المساعدة الإنسانية. لا يمكن في هذه اللحظة أن نتحدث عن تمكين ونتحدث عن يعني هناك الآن أزمة اقتصادية وهناك أزمة ما يسمى بالقدرة الشرائية وهناك كورونا وهناك طيب أعود بهذه النقاط ويقول لك المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية. لماذا جيتم؟ دكتور سيادة لواء، سمعت ما تفضل به الدكتور عبد الباقي شمس مرايك؟ نعم أنا سمعت المقال ويعني ممكن أعلق تعليق بسيط. أولا بالنسبة لرفض التحالف العربي، فهذا يعني مسمى مطلق على المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن، ولم يلغى هذا المسمى، وبذلك إحنا نطلق هذا الاسم على التحالف العربي. ويعني دول التحالف عارف اتخذ قرار هي تقريبا تشارك في هذا القرار وتدعمه لتنفيذه على الأرض. النقطة الأخرى، أنا لم أقول يعني ما قلت إنه المجتمع الدولي يتدخل في اليمن. أنا أقصد بالمجتمع الدولي حماية مصالحه في الممرات البحرية، وهذا سبق وقبل مشاكل اليمن عندما كانت القراصنة الصوماليين يعتدون على الناقلات وعلى في البحر، فشكلت قوات دولية حماية الناقلات التي تمر. كذلك في الخليج العربي وفي مضيق هرمز كثير من الدول شكلت قوات بالإضافة إلى قوات دولية تحالفت لحماية السفن العابرة. فأنا أقول المجتمع الدولي عليه مسؤولية حماية طرق التجارة الدولية التي تمر عليها، وهي المياه ما يطلق عليه مسمى المياه الدولية. أما بالنسبة للسواحل اليمنية فأنا أقول أنه مسؤولية حمايتها وحماية المياه الإقليمية اليمنية فهي من مسؤولية قفر السواحل أو حرس الحدود حسب المسمى لدى الأخوة في اليمن، حماية هذا الشواطئ بمساعدة التحالف العربي. وإحنا شفنا قبل فترة كيف تم استهداف عدد من القوارب كانت متجهة إلى بعض السفن، رأينا عدة عمليات يقوم بها التحالف، بالإضافة إلى أنه على كلام الأخ بالنسبة للمملكة العربية السعودية أنها هي تحاول أن تضعف السلطة وتحاول أن تضعف اليمن وتحاول، فما كان بالأولى أن المملكة السعودية تستقبل الحكومة الشرعية وتقدم الدعم العسكري والدعم الاقتصادي والدعم المالي للبنك المركزي اليمني والمواقف السياسية في المتحدة واستصدار قرار من المتحدة ويعني هذا العمل. ولكن عندما تبرز بعض المواقف فربما المملكة العربية السعودية، وأنا أقول ربما أنها تنحى ناحية الحوار لا ناحية السلاح، ناحية الحوار بين الأخوة اليمنيين لتتحد كلمتهم ضد العدو الرئيسي في صنعاء. وعملية يعني أنا أقول أنا كعسكري إنه هذا يعني عملية هذا الحركات سواء المجلس الانتقالي أو أي حركة أخرى تهدد تشكيل يعني الحكومة الشرعية
فهي عبارة عن مساعدة للحوثي، ويجب أن تنصهر جميع هذه الحركات في بوتقة الحكومة الشرعية حتى يتم التخلص من العدو الذي يحتل العاصمة اليمنية، العاصمة اليمنية صنعاء، وهي العاصمة التي تمثل القرار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي للحكومة اليمنية. غير ذلك فيعني لا تعلم. شكرا لك سيادة اللواء مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. قبل العودة إليك دكتور عبد الباقي الشمساوي، أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية الدكتور علي الذهب. دكتور علي، يعني في سياق الوضع الآن في يعني على مستوى خطوط الملاحة والمياه الإقليمية اليمنية، ما هو الخطر الذي يعني يشكل بقاء هذه الخطوط تحت سيطرة ميليشيا بشكل أو بآخر؟ تحية لك ولضيوف الكرام وللسادة المشاهدين، أهلا بك. كل عام وأنتم بخير. حقيقة المخاطر من بقاء التهديدات الأمنية في منطقة خليج عدن أو من عدم سيطرة القوات اليمنية خفر السواحل اليمنية للبحر الإقليمي على البحر الإقليمي اليمني قد يعيد سيناريوهات ما حدث في العقد الأول من هذا القرن من أعمال تهديدية في منطقة خليج عدن، كما حدث في القرصنة الصومالية جراء القرصنة الصومالية التي استدعت قوات دولية إلى المنطقة، وأصبحت هذه القوات أمامها ذرائع كثيرة لمكافحة القرصنة والاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات ونحو ذلك من الأشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال البحار، وفي ذات الوقت استدعاء للوجود الأجنبي إلى المنطقة، وهذه المنطقة منطقة استراتيجية ويفترض بالدول المطلة عليها أن تلتزم بالتعهدات والمواثيق التي سواء الدولية أو الإقليمية التي أبرمتها مع بعض، ومن ذلك مدونة سلوك جيبوتي التي طورت أو حدثت في 2017 في جدة بين دول البحر الأحمر وبعض دول غربية المحيط الهندي وخليج عدن، فضلا عن الإمارات وعمان ضمن هذه المدونة، وهي اتفاقية لكنها للأسف اتفاقية غير ملزمة. من جانب آخر هناك تهديدات على حركة الملاحة البحرية، الشحن البحري، زيادة نفقات الشحن، زيادة أقساط التأمين، هناك استهداف لحياة وأرواح طواقم السفن، قضايا كثيرة تتعلق بالبيئة البحرية، وهناك أيضا تداعيات مختلفة. طيب في السياق الآن دكتور علي، المجلس الانتقالي كما يبدو يرفض إطاحة المجال الذي طلبه التحالف العربي منه يعني لقوات خفر السواحل اليمنية في مساعدة أو إتاحة المجال لها لأداء مهامها العملياتية، هل ينذر ذلك بوجهة نظرك لصدام بشكل ما بين التحالف أو السعودية على الأقل والمجلس الانتقالي؟ في الحقيقة يعني لجوء المجلس الانتقالي إلى فرض الإدارة الذاتية هو في ذات الوقت تحدي لإرادة التحالف وفي جوهره تعقل لمصالح الحكومة الشرعية ووظائفها الدستورية في حماية البحر الإقليمي إذا كان من جانب خفر السواحل، لأنه رفض تسليم زوارق تابعة لخفر السواحل إلى مصلحة خفر السواحل التابعة للشرطة الشرعية، ومن ثم فإن قد ربما التحالف أنا لا أتصور أنه يلجأ إلى القوة لأنه ليس في وارد ذلك، ولم يسبق أن يستخدم القوة ضد المجلس الانتقالي منذ الاستيلاء على السلطة وعلى مدينة عدن في 2019 في 11 أغسطس، لذلك ستستمر المواجهة مع الحكومة الشرعية، وأعتقد أنه لن ينفع إلا للقوة لأنه سلك القوة خيارا لتحقيق إرادته السياسية. تفضل بالبقاء معي دكتور علي. أعود إليك دكتور عبد الباقي شمسان، في سياق الحديث عن المجلس الانتقالي، إلى ما يستند يعني إلى ما تستند قياداته في الحديث مع أو في الرد على مصدر من قبل التحالف
العربي بهذه اللهجة التي وردت في تغريدات هاني بن بريك نائب رئيس المجلس؟ أولا دعني بس أعلق بنص دقيقة على بعض الجمل. تحدث الضيف من السعودية سابقا وأكمل الضيف من القاهرة. إحداث حالة مشابهة أو مماثلة للصومال هدف استراتيجي لتدخل قوات دولية ولوجود أساطيل في المياه الإقليمية اليمنية بهدف حماية قنوات التجارة الدولية وتدفق النفط للعالم، وهذا في غاية الخطورة، وعلى السلطة الشرعية أن تتخذ الموقف المناسب والذي يرتقي إلى هذا المستوى. ونحن نعلم مسبقا ما الذي حدث في الصومال وكم ظل الصومال دون سلطة. العنصر الثاني، نحن نتحدث الآن عن السعودية، أما الإمارات فأعتقد علينا الآن أن نشكل حركة وطنية للضغط لرفع ملفها إلى الأمم المتحدة باعتبارها دولة عدوان، باعتبارها قد اعتدت عن الشعب اليمني وهي الآن تدير المعركة. الذي وهنا أدخل إلى سؤالك، يرتكز المسألة ليس ارتكاز، هنا خطة استراتيجية إماراتية، والدليل على ذلك أنها قبل استفادت من الأحداث السابقة عندما القوات الجيش الوطني دخلت عدن خلال ساعات، قامت بتزويد المجلس الانتقالي بأسلحة ورسمت مخطط تماما كالحوثيين. هم يستهدفون الأخوان والإرهاب، لا يستهدفون السلطة الشرعية، هم ضد اتفاق الرياض لكن مع التحالف العربي. يعني كلام ليس له لا منطق وليس له لا رؤية. نحن أمام جماعات لجأت للفعل العسكري، وأعتقد أن السعودية إذا ظلت بهذا الشكل تبحث عن حوار، الحوار يأتي بين أطراف سياسية، أطراف سياسية اختلفت حول نقاط اختلاف في المشروع الوطني، لكن هذه جماعة لديها مشروع آخر، والحوثيين لديهم مشروع سلالي، وهؤلاء مشروع مناطقي، وبالتالي هنا لا يمكن حوار سياسي بين سلطة شرعية مركزية تحافظ على سيادتها وعلى الحفاظ على الجغرافية تتحاور مع جماعات لها مشاريع انفصالية ومشاريع خاصة وما قبل وطنية. هذا حديث يعني ليس له لا أقدام لا أيادي لا رأس. بالتالي على السلطة الشرعية وعلى الحركة الوطنية، وأنا أقول السلطة الشرعية هي حتى الآن ضعيفة، عليها أن هناك كان حديث عن احتمال أن يرفع الملف كما رفعت الآن ليبيا الملف إلى مجلس الأمن، علينا تزامنا أن نرفع الملف أيضا إلى مجلس الأمن ونخرج هذه الإمارة من الجغرافية اليمنية ونحملها المسؤولية ونرفع عليها التكاليف. الآن الهدف المطلوب الآن، لأنه الآن إحنا أمام حدث. طيب سنعود إلى هذه النقطة. أنا أذكركم كنا زمان فيما يتعلق بدور الإمارات. طيب سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك دكتور سنعود إليها بإذن الله. قبل ذلك دعني أعود إلى الدكتور علي الذهب فيما يتعلق دكتور بالوضع هناك في يعني المحافظات الجنوبية بشكل عام والمناطق التي تشرف على خطوط الملاحة بشكل عام. يبدو من خلال ما يحدث أن الحكومة اليمنية تكاد لا تشرف على هذه المناطق. الإمارات تتمدد بشكل أو بآخر في السواحل اليمنية. أمام المجتمع الدولي من هو المسؤول عن أمن هذه المناطق؟ في كل الأحوال الدولة الشرعية أو النظام الشرعي هو المسؤول الأول عما قد يحدث من تهديدات للسفن التجارية التي تتعرض لهجمات، سواء كانت هذه الهجمات قرصنة أو سطو مسلح. لأنه أود هنا أن أميز بين أمرين، أن القرصنة عادة ما تكون في أعالي البحار، أما السطو المسلح فيكون في البحر الإقليمي للدولة، وهنا تكون مسؤولية الدولة مسؤولية مكتملة من حيث المواجهة ومن حيث التعويضات. أما بالنسبة لوجود القرصنة في أعالي البحار خارج يعني المنطقة الاقتصادية الخالصة أو ما بعد 12 ميل بحري في إطار حدود البحر الإقليمي، فإن هنالك واجبها يكون واجب بالتعاون الدولي لمواجهة هذه التهديدات. ومن ثم فإن المسؤولية هي تقع في البداية على السلطة الشرعية، ولكن تظل الوضع الراهن لها أن هنالك تحالف دولي أو إقليمي
وهذا التحالف يقيد نشاط هذه السلطة ويحاول بطريقة أو بأخرى استلاب قرارها السياسي وقرارها العسكري، وهذا ما هو ملحوظ. ولكن يظل في المقام الأول إذا لم تدافع هذه السلطة عن قرارها السيادي وعن مؤسساتها السيادية فإنه لا معنى لها ولا يمكن أن يحترمها سواء المجتمع الدولي أو العصابات التي تمارس القرصنة بوصفها جريمة منظمة أو حتى الجماعات الإرهابية التي قد تنشأ بفعل يعني ردود أفعال لما يجري من ممارسات أو اضطهادات دينية أو عرقية، أو ربما هناك جهات أخرى دولية أو إقليمية من مصلحتها أن تنشئ الجماعات الإرهابية لتكون ذريعة لها للتدخل في المنطقة. شكرا لك دكتور علي الذهب الباحث في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، كنت معنا بالهاتف من القاهرة. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي شمسان، بالحديث عن موقف الحكومة، وزير الإعلام معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني بطبيعة الحال قال وهو حذر من التبعات الخطيرة لإعلان المجلس الانتقال الجنوبي ما سمى بالإدارة الذاتية على توسيع الأنشطة الإرهابية في السواحل الجنوبية اليمنية وتهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي. كيف تقرأ هذه التصريحات أو هذه التحذيرات من قبل وزير الإعلام؟ ما الذي ستنفعنا هذه التحذيرات؟ أبسط مواطن يمني يدرك ما حدث في عدن، ولا ونحن لا ننتظر منه تحذير ولا ننتظر منه هذا الخطاب. هذا الخطاب يأتي متى؟ لما يكون هناك خطاب وفعل، بمعنى أن حدث ما حدث في المناطق الجنوبية من فعل عسكري ومن سطو قصدي على البنك المركزي ومن انقلاب واضح المعالم، يأتي مع هذا الخطاب فعل عسكري وخطاب سياسي لتبرير الفعل. لكن عندما يأتي يوضح هذا يضعف السلطة أكثر أمام الجماهير. يأتي خطاب يوضح يعني يشرح المشروع، ما الذي أضافه وزير الإعلام؟ هذا يأتي الخطاب الإعلامي يأتي عندما يكون هناك فعل تجاه ما حدث في عدن، ثم يأتي الخطاب الإعلامي لتحشيد الجماهير، لتوضيح للرأي العام الدولي لماذا هناك فعلا عسكريا. الآن المطلوب هو مجموعة خطوات قد تكون تعتبر أنها في غاية الصعوبة. أول عمل ينبغي إنهاء الوجود الإماراتي رسميا وعبر مجلس الأمن وتحمل المسؤولية. الحديث عن تحالف عربي هذا يعني هو يعني مطلب سعودي بهدف الحفاظ على ماء الوجه، لكن نحن نتعامل مع السعودية فقط. السودان انسحبت ولم تعد غير السعودية في المشهد، وعلينا يعني نكون واضحين مع المسألة. غياب حركة وطنية يمنية تستطيع أن تحدث فعل، لأن أقول لك ستوجد حركة وطنية في توقيت لاحق وهذا خطير. الحركة الوطنية ستدخل في مواجهات مع المناطق الشمالية ومع صنعاء وما حولها، لأن سيكون هناك مشروع آخر للدفاع عن الجمهورية على الوحدة إلى آخره. بالتالي الإمارات حتى الآن تستفيد من كل المدخلات الاستراتيجية التي قامت بها. هناك مدخلات استراتيجية وهناك مخرجات، هي الآن تحصد، يعني تحصد بمعنى السلطة الشرعية. ونحن كنا في خلال قناتكم تحدثنا عن خروج الإمارات قبل عامين أقل ضررا، لأن تم إحلال جيش وأمن وطني بديل السلطة الشرعية، تم إحلال سلطة بديلة عن السلطة الشرعية، تم يعني كثير من الإجراءات. الآن أوكي، حدث ما حدث، كيف يمكن نتحرك؟ ينبغي الآن أن يتكون المكاشفة. طيب يعني هناك من يقول أن هذه التصريحات من قبل وزير الإعلام تأتي في هذا السياق. فيما يتعلق بهذه التصريحات، دعنا نشرك معنا في الحوار السيد أحمد الصالح القيادي أو ناشط في القيادة في الحراك الجنوبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من أمريكا. أرحب بك سيد الصالح. إذن وزير الإعلام اليمني يحمل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحكومة اليمنية في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات في محافظة عدن والسواحل الجنوبية، وأيضا من منعها لقوات خفر السواحل من القيام بواجباتها في حماية السفن التجارية. ما رأيك سيد الصالح بهذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خواتم مباركة عليك وعلى السادة المشاهدين الكرام وضيوفك. في الحقيقة أنه تصريح سخيف جدا يعني ومضحك لدرجة السخرية تماما، يعني عندما يقول بأن المجلس الانتقالي عرقل مهامهم. ده أنت يمني وضيوفك معظمهم يمنيين والمشاهدين يرون، من عرقل 5 سنوات من عمل هذه الحكومة؟
هل المجلس الانتقالي كان متواجد عندما فشلوا في التقدم في الجبهات؟ هل المجلس الانتقالي كان متواجد عندما كانوا فشلوا لم يستطيعوا توفير الحد الأدنى من الخدمات، الأمن، الاستقرار، الكهرباء، رواتب الناس؟ هذه مسخرة عندما يرمون أخطائهم على الآخرين، لم يستطيعوا أن يقوموا بما هو مناط بهم، واليوم يحاولون فقط يعني تجميل مظهرهم أمام العالم بأنهم هم لو أنهم موجودين لفعلوا وفعلوا، وهم لا يفعلون ولن يفعلون شيء. الكل أدرك سخافتهم وفشلهم وفسادهم وحتى انحطاطهم للأسف الشديد يا سيدي العزيز. دعني أقول بأنه المجلس الانتقالي قوة جنوبية سياسية متواجدة على الأرض كأمر واقع موجودة اليوم، تمد يدها في الحقيقة للشراكة السياسية للعمل في ظل هذه الأزمة الصحية أولا قبل أي شيء آخر، وهي أزمة كورونا المستشفي الآن أو المنتشر في المناطق، لكن للأسف الشديد اليوم يريدون تحقيق مكاسب سياسية على حساب هذه الأمور. أنا أقول في الحقيقة من خلال قراءتي حول موضوع خفر السواحل أنه يجب على الجميع تحييد هذا الملف وعدم دمجه أو خلطه مع الأوراق السياسية، لأن هذا الموضوع خطير جدا ولا يجوز لأحد اللعب فيه على الإطلاق. لكن ليس فقط سيد الصالح، ليس فقط وزير الإعلام هو من تحدث بذلك، حتى التحالف صرح مسؤول في التحالف أن المجلس الانتقالي لم يتجاوب بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمني، يعني حتى التحالف العربي وفقا لمصادر قناة العربية والإخبارية السعودية يبدو متحفظا على هذه الخطوات من قبل المجلس الانتقالي. جميل جدا. دعني أقول يا سيدي بأنه يجب علينا عدم خلط الإشكالياتنا السياسية وعدم تحقيق تقدم في الملفات السياسية والحوار السياسي مع ملفات أمنية، هذا أمر خطير جدا سواء من قبل الشرعية أو حتى من قبل التحالف، هذا أمر لا يجوز اللعب فيه على الإطلاق لأن الجميع سيكتوي بناره. ما حصل بالأمس أو أول أمس أن اعترضت سفينة سعودية من قبل قراصنة في المياه الدولية وليست في المياه الإقليمية الخاصة باليمن، هذا أولا. ثانيا أن هذه السفينة كانت يعني قبالة سواحل حضرموت في المكلا، المنطقة التي يسيطر عليها التحالف ويتواجد فيها الشرعية ولا تواجد المجلس الانتقالي فيها. لماذا يرمون أخطائهم وفشلهم وعجزهم على المجلس الانتقالي؟ هذا أمر غير مقبول. 200 كيلو متر 87 كيلو 87 مايل بحري من سواحل المكلا، ثم يتحدثون لي في عدن. إشكالية سياسية يا سيدي العزيز، وإسقاطها في هذا الإسشان إسقاط سياسي فقط. نحن مع التحالف، مع الأشقاء في المملكة، خطوط الملاحة الدولية شعار نرفعه نحن لتطبيق يعني لحماية. للتوضيح المعلومات الواردة من رويترز على الأقل تتحدث الآن على أنها على بعد 75 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية، ليس هناك تحديد لموقع نحن لدينا معلومة مؤكدة من خفر السواحل في حضرموت من مركز غرفة العمليات ومؤكدة تماما، وعلى النقطة حتى الخارطة لديها موجودة في هذا السياق ومؤكد الأمر هذا. في هذا السياق دعني أسأل الدكتور عبد الباقي شمسان فيما يتعلق بما تفضلت به أمام المسؤولية المشتركة وما يحدث، وتعقيبا على ذلك دكتور عبد الباقي سمعت ما تفضل به السيد أحمد الصالح فيما يتعلق بدور المجلس الانتقالي الآن، الوضع عدم يعني يقول يجب عدم خلط الملفات بشكل عام في هذا الوقت خاصة مع التحديات التي واجهها اليمن، تحديدا التي تواجه المحافظات الجنوبية، كورونا متواجد هناك أيضا، كانت قبل فترة ربما يقصدها أيضا السيول، مسألة السيول والوضع الصحي في المحافظات الجنوبية. أولا أقول المجلس الانتقالي كجماعة قامت بانقلاب كامل على السلطة الشرعية، والذي عرقل عودة الحكومة وعرقل هذه العمليات هو سيد المجلس الانتقالي في الإمارات، هذا واضح. الذي يدير هذا الملف هم وكيل محلي للإمارات، والحوثيين وكيل محلي لإيران، هذا واضح. لا يحملون المشروع وطني ولا يمثلون الجنوب بكاملهم، يمثلون ثلاث مناطق يافع الضالع ردفان. بخصوص كورونا والحكم الذاتي وسلطة البنك المركزي، هذه عمليات متزامنة وقصدية، لأنهم كورونا عمل يعني كارثة طبيعية، تم اختيار الإعلان الحكم الذاتي في هذا التوقيت، وتم السطو على البنك المركزي بهدف خلق حالة إنسانية كارثية تستدعي تدخلا دوليا. والإمارات أيضا هذه العملية ستوفر لها حالة مماثلة للحالة الصومالية أبان القرصنة الدولية، مما يعني تواجدا دوليا. بالتالي هؤلاء لن يحققوا الاستقلال كما يدعون، ولا يدافعون عن مصالح الشعب في المناطق الجنوبية أو في اليمن كاملة. هؤلاء أصحاب مشروع قصير النظر
ويمثل منطقة محدودة، وهو عمل انقلابي بامتياز. لماذا نقوم بالحديث نحن مع التحالف العربي ونستهدف الأخوان، ونحن والذي هو ولا يمكن لحوار يتم بين انقلابيين وسلطة شرعية، ولا يمكن لجماعة تقول مع هي صحيح مع التحالف العربي في الاستراتيجية غير المعلنة، الاستراتيجية غير المعلنة لما يسمى التحالف العربي، وهو السعودية الإماراتي سابقا والآن الإمارات أصبحت عدوا يمنيا. هي الاستراتيجية غير المعلنة هو تقسيم اليمن، إيجاد سلطة بديلة في المناطق الجنوبية، منحهم سقطرى وشبوة والمناطق اليمنية والجزر، تقسيم الجغرافيا اليمنية. إذن هم مع التحالف العربي في هذه الاستراتيجية التي غير معلنة في أهداف التدخل العربي. بالتالي هذه مغالطات الحديث عن المناطق الجنوبية وعن أنها تحقيق المصير والشعب الجنوبي. هناك وسائل لتحقيق مطالب وحقوق أبناء المناطق الجنوبية لا تأتي بهذه الطريقة، وهؤلاء الذين يقوم بالسطو على البنك المركزي واستهداف السلطة الشرعية المعترف بها دوليا وتزامنا مع ما حدث في ليبيا، وبالتالي السلطة الشرعية ما زالت سلطة شرعية، وما زال هناك كتلة ديمغرافية ووطنية يمنية لها مشاريع وحدوية، وبالتالي اعتقد أن الجنوب سيعود إلى ما قبل 86، لأن هناك صراع أيضا في عدن وبقية المناطق بين هذا المثلث الريفي القروي في الضالع ردفان ويافع وبين المناطق الأخرى، وهناك حضرموت المدنية المسالمة التي لها مشروع آخر أقرب للسعودية. وبالتالي أنقل هذا الكلام للسيد صالح. إليك سيد صالح تفضل. والله يا سيدي العزيز أن واحد يخجل عندما يسمع صوت دكتور وبروفيسور في الجامعة بهذه اللغة لاستذكاء يعني إشكاليات الماضي وحول موضوع الوحدة وفرضها بالقوة ومش عارف إيش. تعال نقول يا سيدي العزيز، إذا كنا متفقين نحن اليوم بأن الحوثي هو العدو الأول لليمن شمالا وجنوبا، وأننا يفترض جميعا بأن نوجه سهامنا وأقلامنا وسلاحنا وتوجهنا وخطابنا السياسي تجاه هذا العدو الأول الذي شرد الحكومة من هناك ولم نشردها نحن، فإن هذا الصوت لا يخدم على الإطلاق. ثانيا عندما طيب هل يخدم السيد الصالح يعني السيد الصالح في تصريحات لرئيس الإدارة الذاتية في تصريحات سابقة لرئيس الإدارة الذاتية حوالي عام 2018 في نهاية العام يتحدث اللواء أحمد بن بريك من قناة أبو ظبي وليس في قناة أخرى أنه هدد باستهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر العربي والخليج وخليج عدن، ألا يضع هذا الموقف المجلس الانتقالي في ذات موقف الذي قام به الحوثيون بتهديد خطوط الملاحة أيضا؟ على الإطلاق هذا كلام، هذا تفسير لمن يريد أن يفسر بالطريقة التي يريدها، ويقول سنقلب الطاولة. لحظة، نعم نعم لحظة سأقول لك سأخبرك. لا يمكن لمن يحمل مشروع سياسي حقيقي ويحظى بحاضنة شعبية وجماهيرية ويناضل من أجل تثبيتها على الأرض بأن يهد بأن يصبح يعني رجل خارج إطار الدولة أو المجتمع الدولي والإقليم وهو يبحث عنهم. هو كان يتحدث بأنه فعلا إذا لم يحصل الجنوب على مشروعه ستنزلق المنطقة إلى نوع من الفوضى والإشكاليات، لأنه عدم الاستقرار السياسي يولد إلى عدم استقرار أمني، وهذا الأمر ينعكس على في مكافحة الإرهاب وخطوط الملاحة الدولية وغيرها. هذا ما كان يعنيه بن بريك في التصريح في 2018 المجتزأ الذي لم يأخذ منه ما قبله وما بعده. لكن دعني أعود مرة أخرى لما قاله الدكتور شمسان عندما يتحدث بأن هذا المشروع مناطقي وأن هؤلاء لا يمثلون الجنوب ضالع ويافع وردفان ومش عارفين، يعني يريد أن يقنعني بأن من يمثلني في الجنوب هو صاحب صنعاء وذمار وحجام على الاحترام لهم، هؤلاء سيمثلوننا. لكن إذا جاء واحد يا أخي هذه لغة ثقيفة وغير مقبولة على الإطلاق. نحن نقول اليوم بأن المشروع الجنوبي لم يكن مشروع حديث، وهناك مشروع حقيقي موجود على الأرض لا نريد أن نخوض فيه الآن. نحن نتحدث عن قضية أمنية موجودة، لكنه يكررها كل مرة في خطاباته السياسية والإعلامية، وهذا أمر غير مقبول من أن يخرج يعني نخب المجتمع بهذا الشكل. نحن نقول بأنه يجب علينا أن نبحث عن نقاط الشراكة والالتقاء فيما بيننا البين. ما هي نقاط المصالح المشتركة فيما بيننا البين؟ هل الوحدة بالنسبة لذاتها هي الهدف؟ لا، هي المصالح المشتركة الناتجة عنها، لكنها نفيت هذه المصالح، لا توجد مصالح حقيقية. أنتم في تعز مثلا الدكتور عبد الباقي شمسان هل لديهم مواطنة حقيقية متساوية؟ لا يوجد. هل الأخوة في تهامة لديهم مواطنة حقيقية؟ لا يوجد. لا نريد أن نخرج خارج سياق الموضوع، يعني في سياق حديثنا عن الموضوع الآن هو مسألة الموانئ الخطوط الملاحة والمياه الإقليمية اليمنية. نعم. وأثر يعني وجود ميليشيات بشكل أو بآخر على هذه الملاحة. طيب. دعني أعود إلى السيد أحمد. لحظة لو تكرمت.
بنص دقيقة لو سمحت حتى أعود للدكتور عبد الله. نعم بنص دقيقة. أنا أقول لك أن الإشكال التي حصلت والتصريح الذي حصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية يوم أمس كان بأن قائد التحالف ذهب إلى الإخوة في المجلس الانتقالي في عدن ليطلب منهم يعني أن يخرج إطار خفر السواحل عن مبدأ الإدارة الذاتية، فأخبروه بأن لدينا قيادة سياسية ولدينا حوار سياسي مع الأشقاء في المملكة ويفترض الحديث ضمن المنظومة كاملة على هذا الموضوع. يعني لا يمكن أن نجتزئ أن لديك إدارة ذاتية في منطقة معينة وتأتي تقول لي لا هذه الدائرة خرجها عن المعادلة. لا يا سيدي العزيز، وهذا سوء الفهم الذي حصل. هم بالمناسبة هم يعني هم سيد صالح هم إلى الآن لم يعترفوا، يعني هم يعني يدعوا المجلس الانتقالي واستغربوا خطوة إعلان الإدارة الذاتية السعودية المملكة العربية السعودية على الأقل. في هذا السياق دعني أسأل دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، يعني أن تروح أو توضح بشكل عام بالأصح، إلا أن المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف راضية بما يحصل في المناطق الجنوبية، إذا لماذا تصرح بعكس ذلك؟ لا يهمنا الأقوال، يهمنا الأفعال. ما يحدث الآن لم تتدخل بالشكل الكافي ولم تدعم السلطة الشرعية لإنهاء الانقلاب في عدن. بخصوص ضيفك، كنت أنا أولا أتحفظ على كلمة دكتور وأتحفظ على كلمة كلام سخيف، هذا كلام لا يقال، وكنت أتوقع منك التدخل للحديث بشكل راقي. ضيفك يتحدث عن يعني ردبان الضالع، أنا لا أتحدث بمناطقية، أتحدث أن هناك تراث من الثارات ومن الصراع الوطني تحمله هذه المنطقة، وهناك رفض لها في عدن وبقية المناطق. هذا التراث الذي لم يتم معالجته سيلعب دورا في المستقبل، والآن أبناء عدن يتحدثون، وأنا من أبناء تعز ولكن نصف عدني، أقول له أنه جدي في عدن مدفون وأبيك من موالد عدن، وبالتالي هذه هناك تداخل، وبالتالي تعز ما تعز تنفاش. ثم تحدث قال عنه نركز على عدونا الأول الحوثيين. الحوثيين استهدفوا السلطة الشرعية، وأنت يا مجلس انتقالي استهدفت السلطة الشرعية. من حليف من؟ المجلس الانتقالي حليف الحوثيين أو المجلس الانتقالي حليفنا الذي استهدف السلطة الشرعية وأعاقها ومزق اليمن وهدد وحدتها؟ أي حديث لك؟ نحن نتحدث عن مواطنة متساوية، حتى لو كان هنالك فك ارتباط، فك الارتباط يأتي ليس بهذه الطريقة في لحظة تاريخة، ولا يأتي بالعمالة للخارج. المجلس الانتقالي عميل بامتياز ووكيل محلي للإمارات التي تستهدف الجغرافيا اليمنية وتسلها مصالح حيوية، وبالتالي الشعب اليمني لن يصمت. أقولها قد يزعل مني الكثير، لن يقبل الشعب اليمني بأن تنتهك سيادته وأرضه وكرامته بهذه الشاكلة مهما كان الفاعل الخارجي. لا الحوثيين ولا المجلس الانتقالي هم حلفاء، والدليل على ذلك أن الحوثيين ومجلس الانتقالي لهم نفس المسار ونفس الخطوات، الاستيلاء على البنك المركزي، اللجنة الاقتصادية، جينا من أجل إنقاذ الشعب اليمني، الحكومة الفاسدة، استهداف التجمع اليمني للإصلاح، نحن مع التحالف العربي، نفس الخطاب نفس الخطاب نفس المبررات. وبعد والآن شوف يعني مليون ريال وسجن لمن يخرج المظاهرات، نفس السلوك، استهداف المواطنين، نهب الأراضي، نهب البنك المركزي. هو الحوثي عملة، الحوثي والمجلس الانتقالي عملة واحدة بوجهين. شكرا لك على تواجدك معنا دكتور عبد الباقي شمسان، استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا بسكايب من هولندا. شكرا للسيد احمد الصالح القيادي في الحركة الجنوبي على تواجده معنا في حلقة اليوم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والانصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، الى اللقاء.